السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام، أخوات فاذرات، رجعنا معكم إلى كورس الشبكات الأكاديمي. وصلنا إلى الجزء الأخير من الفصل السابع اللي هو يتعلق بالمالتيميديا نتوركينج، اللي هو الشبكات أو إدارة الشبكات الخاصة بنقل البيانات اللي هي من نوع المالتيميديا، اللي هي الصوت والفيديو وغيرها من الأنواع الأخرى من المالتيميديا. شرحنا في المحاضرات السابقة الكثير من الأمور الخاصة بهذا الموضوع، وشرحنا يعني بدأنا بالجزء الأخير من هذا الفصل واللي هو يتعلق بكيفية دعم الشبكة وأجهزة الشبكة لهذا النوع من الترافيك، اللي هو يختلف تماما عن الترافيك اللي هو من نوع التكست أو من نوع يعني البيانات الأخرى اللي هي يمكن نقلها أو يعني حصول أخطاء في النقل في أي وقت. لأنه بالنسبة للمالتي ميديا وخصوصا إذا كانت أونلاين أو لايف، من الضروري جدا تقليل يعني الايرور او الباكيت لوس الى الحد الادنى لكي نضمن انه الكواليتي للصوت او الفيديو الواصل الى الطرف الاخر تكون جيده. وصلنا الى ما يسمى بالبوليسي ميكانيزمز، اللي هي الاليات التي نستخدمها لفرض يعني تحقيق الحد الادنى من الترافيك لكل نوع من انواع البيانات اللي هي من نوع المالتي ميديا التي يتم ارسالها واستقبالها في الشبكه. طبعا الهدف من هذا من هذه البوليسي ميكانيزمز اللي هي ميكانيكيات او اليات فرض الكواليتي اوف سيرفيس اللي هو نوعيه الخدمه، هو تقييد الاتصال او الترافيك بحيث انه لا يتجاوز الحد الاعلى من البارامترز المعلنه في البدايه، لانه مثل ما ذكرنا يعني قبل ان يقوم اي شخص باجراء اي اتصال من نوع مالتي ميديا سواء كان يعني لايف فيديو او لايف اوديو راح يحدد البارامترز اللي هي المتغيرات او القيم التي يحتاجها عند الاتصال، يعني الداتا ريت يعني معدل نقل البيانات في الثانيه الواحده، طول الاتصال المتوقع وغيرها من الامور الاخرى. طبعا هناك ثلاث معايير رئيسيه لتحديد يعني هذه البوليسينج ميكانيزمز. اولا هي انه نعرف اللونج تيرم او الافرج ريت اللي هو المعدل العام للمده البعيده، يعني على المدى البعيد انه كم ستستغرق هذه المكالمه او هذا الاتصال، ما هي القيم التي سيحتاجها. How many packets can be sent per unit time؟ يعني كم هي عدد الباكيتات التي نستطيع ارسالها في الوقت الواحد، يعني في الثانيه الواحده مثلا او في اجزاء الثانيه على المدى البعيد، يعني اذا استمر هذا الاتصال مده طويله، لانه احنا مثل ما نعرف الكثير من الاتصالات تبدا في البدايه بدقه عاليه وكواليتي عاليه، ثم بعد ذلك تحصل فيها دروب، لانه يعني تبدا بالضغط على موارد الشبكه، فبالتالي لا تستطيع الشبكه المقاومه او يعني توفير نفس نوعيه الخدمه على مدى يعني اتصال طويل الامد. طبعا هنا السؤال المهم جدا انه ما هو المده التي نستطيع من خلالها الحكم على انه هي لونج تيرم، يعني الانترفال لينث، هل هي مثلا اذا قلنا انه 100 باكيت بالثانيه الواحده او 6000 باكيت في الدقيقه الواحده. طبعا هنا اثنين لهم نفس الافرج، الا انه معناها في الشبكه او يعني تحليلها او فهمها في اجهزه الشبكه يختلف تماما، لانه اذا كنا نتحدث عن 100 باكيت في الثانيه الواحده فهذا يعني انه احنا المده الزمنيه اللي اعتمدنا عليها هي السكند الثانيه الواحده، واللي هي يعني تعتبر طويله نسبيه في عالم الشبكات، وبالتالي تعتبر كافيه. اما اذا قلنا انه 6000 باكيت في الدقيقه الواحده فالدقيقه تعتبر يعني مده طويله جدا في عالم الشبكات، وبالتالي يعني اعتمادنا على اخذ المعدل لدقيقه كامله هو قد يكون جيد في قياسات البشر، الا انه قد يكون سيء جدا في قياسات الشبكه، لانه راح يحتوي على الكثير من الفاريشنز، يعني الكثير من التغيرات اللي ممكن مسكها يعني والالمام بها بشكل افضل لو اعتمدنا على ال 100 باكيت بير سكند مثلا. فبالتالي هنا يجب تمام يعني دائما ملاحظة أنه نأخذ أزمان أقل حتى وإن كنا نبحث عن معدل طويل الأمد، لأنه يعني السكند في عالم الشبكات هي طويلة الأمد جدا تعتبر. النوع الآخر اللي من خلاله نستطيع فرض البوليسينج ميكانيزمز هو البيك ريت، أنه يعني قبل ما يقوم الراوتر بتوجيه الترافيك من المتصل الترانسميتر إلى الريسيفر يقول بأنه احنا نحتاج مثلا 6000 باكيت بير مينت بي بي ام اللي هي باكيت بير مينت اللي هي عدد الباكيتات في الدقيقة الواحدة، هذا كأفريج. ولكن في نفس الوقت يجب ان يحدد انه اقصى شيء نستطيع الوصول له هو 1500 باكيت بير مينت اللي هو البيك ريت اللي هو اقصى معدل يمكن ان يصل له هذا الاتصال، بمعنى انه عندما قمنا بتحديد هذه البارامترز للاتصال قبل بدئه، بعد ذلك اذا اراد المستخدم انه يقوم بارسال 1501 باكيت بير مينت راح الراوترز تقوم بمنعه من ذلك، لانه راح تقول له بانه انت تجاوزت على البيك ريت اللي اعلنته قبل بدايه الاتصال. النوع الثالث اللي هو الماكسيمم بيرست سايز اللي هو يعني اقصى حجم لكل نبضه من البيانات اللي هو الماكسيمم نمبر اوف باكيتس سنت كونسيكيوتيفلي، اقصى عدد من الباكيتات التي ترسل بشكل متسلسل او متوالي بعضها بعد بعض الاخر، وذ نو انترفينينج ايدل. يعني طبعا احنا نلاحظ انه يعني في كل انواع الاتصالات يكون هناك يعني بيرست
نبضة كبيرة من الإرسال للبيانات واستقبالها، ثم بعد ذلك يكون عندنا idle time. هنا على مود نعرف أنه كيف نفرض يعني ميكانيكيات فرض الـ quality of service. النوع الآخر اللي هو أنه يجب قبل بدء الاتصال أن نحدد أقصى حجم للبيانات المتسلسلة التي نقوم بإرسالها واستقبالها، واللي هو مثل ما ذكرنا أقصى عدد من البكتات التي ترسل بشكل متسلسل أو متوالي بدون وجود فترة يعني توقف في ضمنها. طبعا البوليسينج ميكانيزمز يعني اللي تحدثنا عنها لحد الان هي فقط الشروط لكيفيه تحقيق ذلك، اما الامبلمنتيشن اللي هو يعني يعني التمثيل الحقيقي لهذه الاشياء يتم من خلال عده وسائل، واحده من اللي يسموها التوكن باكيت. الباكيت اللي هو يعني كانه وعاء يحتوي على البيانات، واللي هو ناخذ من عنده يعني البيانات بمعدل معين اللي هو نسميه الداتا ريت اللي هو معدل نقل البيانات. هذا طبعا ليميت انبوت تو سبيسيفيك بيرست سايز اند افرج ريت، هذا طبعا يقيد الادخال، الادخال نقصد بالبيانات التي نريد ارسالها اثناء الاتصال اللايف من نوع الاوديو او الفيديو او يعني الفيديو جيم او غيرها من الامور الاخرى. طبعا هذا راح يقيدنا الادخال بحجم الباكيت او حجم البيرست اللي تحدثنا عنه سابقا والافرج ريت اللي هو المعدل لنقل البيانات. هنا نتصور انه اكو عندنا فد باكيت اللي هو المكان التي تاتي منه البيانات التي نريد ارسالها والتي ناخذ منها البيانات بمعدل ار توكنز بير سكند، يعني ار من الباكيتات مثلا او التوكنز في الثانيه الواحده. هنا طبعا راح تاتي الى الشبكه او الى جهاز المسؤول عن توجيه البيانات والذي هو قد يكون الراوتر او السويتش او غيرها. طبعا ريموف توكنز يعني ياخذها من هنا يعني يرسلها الى الشبكه. وطبعا في نفس الوقت هناك اكو عندنا توكنز ويتنج يعني باكيتات او توكنز تنتظر. هنا ياخذ من الباكيت بشكل مباشر الى الشبكه بمعدل ار توكنز بير سكند اذا كان حجم الباكيت طبعا بي من التوكنز، لانه هذا النوع من البيانات هي المالتي ميديا. البيانات الاخرى اللي هي نوع تكون من نوع التكست او غيرها ممكن انه تتاخر، يعني ممكن ان تنتظر فيها الشبكه، الا انه هذه البيانات يفترض ان يكون لها اولويه اعلى. هذا هو اللي نقصد به بالكواليتي اوف سيرفيس. يعني هنا الباكيت مالتنا اللي هو الوعاء يمكن ان يحتوي على بي من التوكنز، يعني عدد بي من الباكيتات مثلا، او ممكن تكون التوكن هي باكيت واحد او عدد باكيتات. التوكنز جنريتد ات ار ريت ار توكنز بير سكند انليس ذا باكيت از فول، يتم توليد هذه الباكيتات او التوكنز بمعدل ار توكن في الثانيه الواحده ما لم يكن هذا الباكيت فول، يعني اذا امتلأ هذا الباكيت اللي هو يعني قد يكون هو بفر، اذا امتلأ فعند ذلك يجب ان يكون عندنا يعني معدل توليد التوكنز اقل من ذلك الى ان يبدا بال يعني الفراغ جزء من عنده. الاوفر انترفال اوف ذا لينث تي يعني في فتره زمنيه مقدارها تي، فان عدد الباكيتات التي يتم ارسالها الى الشبكه يجب ان يكون اقل او يساوي ار تي بلس بي، وطبعا هذا المقدار حصلنا من من من, من هنا يعني الار توكنز بير سكند مضروبه في الزمن الفتره الزمنيه زائدا البي توكنز الاصلا اللي هي موجوده في داخل الباكيت. كذلك ايضا اذا اردنا نحصل البوليسينج والكواليتي اوف سيرفيس جارانتيز يعني كيفيه ضمان نوعيه الخدمه ويعني تقييد الترافيك الخاص بالمالتي ميديا، راح نجمع التوكن باكيت زائدا الويتد فير كيوينج اللي درسناها في المحاضرات السابقه، يتم جمعها سويه تو بروفايد جارانتيد ابر باوند اون ذا ديلي، يعني يجب يتم جمعها سويه لتوفر لنا معدل تاخير يعني او حد اعلى للتاخير مضمون واللي هو نسميه الكواليتي اوف سيرفيس جارانتيز. يعني تلاحظ انه الارايفنج ترافيك من عده اجهزه يدخل الى الراوتر، طبعا هنا راح يتم تجزئه الترافيك بير فلو وبير ريت يعني اللي هو هذا اللي سميناه سابقا اللي هو الويتد فير كيوينج. هنا طبعا راح يكون عندنا دي ماكس وبي باي ار، عندما تصل هنا طبعا يتم تجزئه الترافيك ايضا يعني الى عده انواع اللي هو مثل ما راح نشوفه بعد قليل الانباوند والاوت اوف باوند. النوع الاخر من انواع الكواليتي اوف سيرفيس اللي هو مثل ما ذكرنا النوع الثالث اللي هو الديفرنشيتد سيرفيسز اللي هو تجزئه الخدمات التي تقدمها الشبكه الى الاجهزه او الى انواع الترافيك بالاعتماد على الكلاس الخاص بهذا الترافيك. يعني نريد بهذه الحاله كواليتيتيف سيرفيس كلاسز، نقوم بتجزئه البيانات في الشبكه الى كلاسز اللي هي اصناف. الصنف الاول مثلا قد يكون هو المالتي ميديا من نوع الفيديو لايف اللي هو راح يكون هاي برايورتي اعلى برايورتي يعني اعلى اولويه. النوع الاخر اللي قد يكون مثلا فيديو ولكنه مسجل ستريمينج يعني موجود في موقع اخر ونقوم بجلبه مثل ما ذكرنا في المحاضرات السابقه، يتم جلبه باقصى سرعه تستطيع الشبكه توفيرها، الا انه يعني لا ضير في وجود تاخير، يعني ممكن انه اذا اصبحت الشبكه يعني بلوكت او بها الكثير من الثقل ممكن انه يتوقف الفيديو لانه هو فيديو مسجل وليس لايف.
بعد ما قسمنا السيرفيسز الى كلاسز، يعني طبعا بيهيف لايك اواير، يعني يتم معامله الشبكه او اجزاء الشبكه على انه هي عباره عن اسلاك. ريليتيف سيرفيس ديستنكشن بلاتينيوم جولد سيلفر، طبعا هنا راح نقوم بتوفير خدمات متنوعه او مختلفه، اللي هي الخدمات البلاتينيه والخدمات الذهبيه والخدمات الفضيه بالاعتماد على نوعيه البيانات التي نريد ارسالها واستقبالها. وطبعا هنا لا تعتمد بالضروره على نوعيه البيانات واهميتها وحاجتها الى انه تمتلك خدمه بلاتينيه او ذهبيه او فضيه، او بعض الاحيان تكون اعتمادا على نوعيه الخدمه اللي انت تطلبها من الانترنت سيرفيس بروفايدر. يعني اذا كنت مشترك ب 30 دولار بالشهر ممكن انه يعطيك الخدمه البلاتينيوم مثلا، الا انه اذا كنت مشترك مثلا 45 دولار في الشهر ممكن تحصل سيلفر، اذا كنت مشترك 100 دولار بالشهر ممكن تحصل جولد، بحيث انه اي نوع من انواع بياناتك حتى وان كانت هي قليله الاولويه في الشبكه ممكن انه تحصل على اولويه اعلى بالاعتماد على يعني معايير اخرى ليست فقط اهميه البيانات. وهذه طبعا اللي هي لها علاقه بالنت نيوتراليتي، اللي هي حياديه الشبكه، واللي تعتبر واحده من المشاكل الرئيسيه في عالم الشبكات اليوم، لانه تتداخل فيها الكثير من الامور يعني الاقتصاديه والسياسيه يعني التقنيه. ممكن يعني تدرسون عليها في الانترنت، وايضا احنا شرحنا عنها سابقا في المدونه والموقع اللي هي النت نيوتراليتي. مجرد انه تكتب نت نيوتراليتي راح تجد الكثير من الامور اللي تتحدث عن هذا الموضوع، واللي هي مثل ما ذكرت يعني تداخل بين الامور الاقتصاديه والسياسيه وتقنيه في نفس الوقت. على كل حال السكيلابيلتي سمبل فانكشنز، طبعا هنا كيف نضمن انه هذه الديفرنشيتد سيرفيسز يمكن ان تتوسع او تنتشر كلما زاد حجم الشبكه. السكيلابيلتي نقصد بها انه نفس الخدمات نستطيع تقديمها حتى واذا كان حجم الشبكه يتزايد مع الوقت. هنا طبعا نستطيع ضمان السكيلابيلتي من حيث من ناحيه ابقاء سمبل فانكشنز ان ذا نتورك كور، يعني كيفيه تمثيل هذه الديفرنشيتد سيرفيسز ككودات او كسكريبت راح تكون هي عباره عن دوال بسيطه موجوده في النتورك كور اللي هو في لب الشبكه او نواه الشبكه اللي هي الراوترات الموجوده قريبه من الهاير ليفلز. و relatively complex functions at the edge routers، وعادة تكون يعني الوظائف معقدة إلى حد ما في الراوترات الطرفية القريبة من المستخدمين. هنا راح يصير عندنا signaling maintaining peer flow router state difficult with large number of flows، لأنه راح نقوم بحفظ ال complex functions قريبة من الراوترات الطرفية، لأنه إذا أخذنا كل هذه الأمور اللي هي signaling وال maintaining peer flow router state راح تكون صعبة جدا أنه نضعها في الكور، لأنه راح يعني تتضمن الكثير من الاوفر هيد، الكثير من العبء الاضافي على الشبكه لتحقيق هذه الديفرنشيتد سيرفيسز. هنا دونت ديفاين سيرفيس كلاسز بروفايد فانكشنال كومبوننتس تو بيلد سيرفيس كلاسز، هنا احنا ما راح نعرف كل كلاس ماذا يحتوي من انواع الشبكات او من انواع الترافيك، وانما راح نقوم بتوفير الوظائف او السكريبتات الموجوده في الراوترات التي من خلالها نستطيع بناء خدمات مقسمه الى كلاسز. هنا الديفرنشيت سيرفيسز اركتكتشر ممكن مثل يعني مثل ما ذكرنا سابقا اكو عندنا ايدج راوترز واكو عندنا كور راوترز. الايدج راوترز اللي هي قريبه من المستخدمين اللي هي الراوترات الطرفيه، هنا راح يتم تجزئه الترافيك بير فلو ترافيك مانجمنت، يعني اداره الترافيك بالاعتماد على كل فلو. الفلو نقصد به هو البيانات القادمه من حاسوب واحد او جهاز واحد. هنا راح يتم تجزئه الباكيتات الى انه ان بروفايل واوت بروفايل. الان بروفايل اللي هو باللون الاخضر هذا راح يكون هو هاير برايورتي، اللي هي البيانات اللي هي الأولوية أعلى، والأوت بروفايل راح تكون بيانات ذات أولوية أقل. مثل ما نلاحظ هنا هذا الإيدج راوتر راح عندما تأتي البيانات راح يقسمها يعني بالاعتماد على فتشرة معين، هل هي إن بروفايل أو هي أوت أوف أوت بروفايل. بعد ذلك عندما تأتي البيانات إلى الكور راوتر، الكور راوتر هي الراوترات القريبة من لب الشبكة أو قلب الشبكة أو نواة الشبكة. أيضا هنا راح يكون عندنا التجزئة بير كلاس، يعني عندما تأتي البيانات راح بير كلاس ترافيك مانجمنت، هنا راح يتم تجزئه البيانات بالاعتماد على الكلاس، الكلاس اللي هو نقصد به الان بروفايل او الاوت بروفايل. البفرنج والسكجولينج بيست اون ذا ماركتنج ات ذا ايدج، هنا يتم حفظ البيانات مؤقتا او جدولتها بالاعتماد على الترقيم او التقسيم الذي حصل في الايدج راوتر، يعني هنا هل هي ان بروفايل او اوت بروفايل. طبعا هو بريفرنس جيفن تو ذا ان بروفايل باكيتس اوفر ذا اوت بروفايل اوت اوف بروفايل باكيتس، هنا التفضيل يتم اعطائه الى الباكيتات اللي هي من نوع ان بروفايل، لانه مثل ما ذكرنا هي النوع المالتي ميديا واللي هي تحصل على الجولد او السيلفر او البلاتينيوم سيرفيس، في حين الاوت او بروفايل اللي هي تحصل على خدمات من نوع ادنى. يعني الايدج راوتر باكيت ماركتنج او ماركينج، هنا يعني كيف يتم ترقيم هذه الباكيتات في الايدج راوترز. طبعا هنا راح يتم اعطاء بروفايل لكل راوتر او لكل ترافيك اللي هو بير نيغوشيتد ريت ار وباكيت سايز بي. هنا يعني البروفايل نقصد به هو معدل نقل البيانات الخاص بهذا الترافيك،
والباكيت سايز اللي هو البفر الخاص بهذه البيانات او المكان الذي سيتم وضع هذا الفلو في داخلها. هنا الباكيت ماركينج ات ذا ايدج بيست اون ذا بري فلو بروفايل. هنا يعني كانه هناك شيء هو بري فلو، يعني قبل ما تبدا البيانات بالانتقال يتم تعريفها هل هي من نوع المالتي ميديا، هل هي من نوع الجولد او سيلفر او بلاتينيوم كلاس. بعد ذلك يتم وضعها في خانه معينه، هل هي يعني ان بروفايل او اوت اوف بروفايل. هنا طبعا حددنا الريت، معدل نقل البيانات، وحجم الباكيت الذي يتم وضع البيانات في داخله. هنا طبعا راح يجينا اليوزر باكيتس، وهنا يتم تحديد هل هي انه ان بروفايل او اوت اوف بروفايل. possible use of marking، هنا يعني الاستخدامات الخاصه بهذا الماركينج اللي هي اخضر او احمر، هل هي ان بروفايل او اوت اوف بروفايل. كلاس بيست ماركينج، هنا يمكن تقسيمها على اساس الكلاسات بانه الباكيتس اوف ديفرنت كلاسز ماركت ديفرنتلي، الباكيتات التابعه لاصناف مختلفه يتم يعني ترقيمها بشكل مختلف. او انترا كلاس ماركينج اللي هو الترقيم ما بين الكلاسات يعني او في داخل الكلاس، في نفس الكلاس الواحد يعني الconforming portion of a flow marked differently than non-conforming one. يعني الأجزاء من الترافيك اللي هي مطابقة لمعايير الكلاس أو البروفايل يتم تجزئة يعني ترقيمها وإعطائها يعني اللون الأخضر واللي هي راح تكون لها أولوية أعلى، حتى وإن كانت هي في داخل الكلاس الواحد. يعني حتى في داخل الكلاس الواحد يكون لدينا بعض الترافيك هو من النوع الأخضر اللي هو in profile، والترافيك الآخر راح يكون هو out of profile اللي هو باللون الأحمر. Differentiated packets marking مثل ما ذكرنا حاليا الباكيت is marked in the type of service TOS بالIP version 4 وبالترافيك كلاس بالIP version 6. يعني هذا عبارة عن جزء من الهيدر الخاص بكل باكيت عندما يتم إرسالها واستقبالها. عندنا فد شيء يسمونه type of service TOS موجود في الIP version 4، واللي هو عندما انتقلنا للIP version 6 أصبح عندنا يسمى بالترافيك كلاس، يعني أصبح اسمه يعني أوضح وأقرب إلى الواقع. هذا عبارة عن ست بتات تستخدم للdifferentiated service code point DSCP، تحدد لنا البير هوب باندويث اللي راح نتحدث عنه بعد قليل، واللي هو الباكيت راح تستلمه هو عبارة عن يعني هذا المقدار اللي هو DCSP. وقعدنا 2 bits currently unused، هذا طبعا 2 بتات غير مستخدمة حاليا، ممكن انه تستخدم في التطويرات المستقبلية، وحتى بالنسبة للأخوة الباحثين في هذا المجال ايضا هذه عندما تجد يعني في اي مكان unused bits هذه معناتها هي ممكن انه يتم استخدامها من قبل الناس اللي هم يشتغلون يعني في مجال البحث العلمي لتطوير هذا النوع من الخدمات، بأنه يستخدمون هذه التو بيتس لفد أمور معينة إضافية يضيفوها بحيث أنه يزيدون كفاءة الشبكة وهكذا. Classification conditioning، هنا مثل ما ذكرنا may be desirable to limit traffic injection rate of some classes. يعني بعض الأحيان حتى إذا كان لدينا يعني مجال في الشبكة نحتاج أنه نقوم بتقييد الترافيك الخاص ببعض أنواع الكلاسات، مثلاً user declares traffic profile rate per size وtraffic metered shaped if non-conforming. يعني بعد ما المستخدم يقوم بالإعلان عن الترافيك بروفايل اللي هو نوعية الترافيك الذي سيقوم بإرساله في الشبكة واللي هو يقصد به معدل نقل البيانات وحجم البفر الخاص بها أو الحجم الأقصى من البيانات المتسلسلة التي سيتم إرسالها، بعد ذلك نقوم باستخدام ما يسمى بالترافيك ميترد أو ترافيك ميترز، يعني اللي هي عبارة عن عدادات في الشبكة واللي هي طبعا تكون هي عبارة عن functions موجودة في داخل الراوتر، بعد ذلك shaped if non-conforming. تلاحظ أنه الباكتات تأتي إلى classifier، classifier راح يصنف هل هي high priority أو less priority، بعد ذلك أكو عندنا فد marker راح يصنف مثل ما ذكرنا يعني لون أخضر أو أحمر، وحتى بداخل اللون الأخضر أكو عندنا أيضا تقسيمات فرعية أخرى. بعد ذلك راح يجي عندنا shaper ودروبر، ممكن أنه نقوم بعملية forwarding للبيانات إذا كانت مطابقة للمعايير الموجودة في الميتر، وممكن أنه نسوي دروب يعني نقوم بحذف هذه البيانات إذا كانت هناك بيانات أكثر أهمية موجودة في الشبكة حاليا. الفورواردينج بير هوب بيهيفير، هذا اللي PHP اللي ذكرناه قبل قليل، البير هوب بيهيفير اللي هو السلوك الذي ستتبعه البيانات في كل قفزة يعني ما بين راوتر وراوتر أو بين جهاز وراوتر. هذا البير هوب بيهيفير result in a different observable أو measurable forwarding performance behavior. السلوك الذي يعني لكل باكيت في داخل كل يعني قفزة من القفزات بين الأجهزة في الشبكة راح ينتج لنا عن يعني forwarding performance يعني different forwarding performance، أداء توجيه البيانات راح يكون مختلف مثل ما ذكرنا بالاعتماد على الكلاس الخاص بها أو التصنيف في داخل الكلاس الواحد. الـ pair hop behavior does not specify what mechanisms to use to ensure the required performance behavior. هنا هو ما راح يحدد لنا ما هي الآلية اللي نستخدمها في داخل هذا الهوب الواحد أو القفزة الواحدة لكي نضمن يعني الكواليتي اوف سيرفيس، وإنما سيتم يعني ترك هذا الشيء
لمطوري الاجهزه او مطوري الفانكشنز او الخوارزميات الخاصه بهذه الاجهزه. كمثال مثلا راح يقول لنا بانه الكلاس اي راح يحصل عندنا اكس بيرسنت، يعني اكس بالميه، 5% 10% 20%، يعني بالاعتماد على اهميه هذا الكلاس، من الاوت جوينج لينك باد ويث اوفر تايم انترفلز اوف ا سبيسيفيك لينث. يعني هنا تلاحظ انه القواعد اللي راح نستخدمها راح تكون عامه، راح يقول لنا بانه الكلاس اي راح يحصل هالقد نسبه مئويه من الباند ويث لللينك الخارج من الراوتر او من الجهاز في فتره زمنيه محدده. طبعا الكلاس اي باكيتس ليف فيرست بيفور باكيتس فروم كلاس بي، ايضا راح يعطينا فتره قاعده اخرى، مثلا اذا كان الكلاس اي له برايورتي او اولويه او اهميه اعلى من الكلاس بي، فان الباكيتات الخاصه به ستغادر قبل الباكيتات الخاصه بالكلاس بي. فوروردنج هنا راح يكون عندنا نوعيتين من الفوروردنج، اما انه الاكسبيديتد فوروردنج او الاشورد فوروردنج. اكسبيديتد فوروردنج راح يقول بانه الباكيتات راح تغادر بمعدل اعلى او يساوي قيمه معينه، يعني راح يقول بانه الباكيتات يمكن ان تغادر هذا الجهاز بمعدل نقل بيانات اللي هو مثلا 10 ميجا بت بالثانيه او اكثر، واللي هو لوجيكال لينك وذ مينيمم جارانتيد ريت، اللي هو راح يوفر لنا فد رابط منطقي يوفر لنا مينيمم جارانتيد ريت اللي هو ادنى معدل نقل بيانات مضمون. فتلاحظ هنا اكو عندنا مينيمم ادنى، يعني في حين بالاشورد فوروردنج اكو عندنا فور كلاسز اوف ترافيك، يعني عندنا اكو اربع اصناف من الترافيك وكل واحد منهم جارانتيد مينيمم اماونت اوف باند ويث. هنا ايضا ضمننا المينيمم اماونت اوف باند ويث لكل واحد من هذه الكلاسات الاربعه. Each with three drop preferences portions، يعني كل واحد منهم ايضا له ثلاث اجزاء ممكن انه يتم عمليه دروب لها اثناء الارسال. Peer connection quality of service guarantees، هنا ايضا اكو عندنا فد بيسك فاكت اوف لايف، هنا يعني حقيقه رئيسيه في الحياه، انه اي لينك او اي هوب او اي قفزه اي سلك سواء كان يعني سلكي او لا سلكي بين اي جهازين لا يمكن ان يدعم ترافيك بيوند ذا لينك كاباسيتي. يعني اذا كان لدينا باند ويث موجود يعني سواء كان سلكي او لا سلكي بين جهازين وليكن مثلا هو معدل 100 يعني 1.5 ميجا بت بالثانيه، وكان لدينا جهازين، هذا يريد 1 ميجا بالثانيه وهذا يريد 1 ميجا بالثانيه، لاحظ انه اذا واحد منهم اشتغل اوكي يعني ممكن انه هذا اللينك يستوعبه، اما اذا كان لدينا جهازين يريدان يعني كل واحد منهم يريد ان يرسل بنفس الوقت، كل واحد منهم يريد 1 ميجا بالثانيه، ممكن انه هذا اللينك يكون غير قادر على استيعاب هذه الترافيك او هذه الاتصالات سوية. فهنا راح يكون عندنا ما يسمى بالكول ادمشن اللي هو يعني وجود سماحيه او قبول للاتصال. الفلو ديكليرز اتس نيدز، يعني الاتصال اول ما يقوم المستخدم باجراء اتصال. هنا طبعا هنا يستخدم ك يعني هواتف ارضيه، هي قد تكون يعني هواتف ديجيتال، هواتف انالوج، قد تكون يعني فيديو، اي نوع من انواع الاتصالات، بس هنا نستخدم يعني رمز الهاتف للدلاله على انه هو لايف، يعني فتش ترافيك مباشر او حي. هنا عندما يقوم بالاتصال راح يعلن عن احتياجاته. طبعا النتورك ماي بلوك ذا كول، الشبكه قد تقوم ب يعني منع هذا الاتصال لانه ترى تعطي بيزي سيجنال اف ات كانوت ميت ذا نيدز. يعني هنا مثلا اذا الهاتف الاول طلب الاتصال بهذا الهاتف وقال بانه هو يحتاج 1 ميجا بت بالثانيه، الشبكه راح تقول له اوكي احنا حاليا عندنا 1.5 ميجا بت بالثانيه فنستطيع اجراء هذا الاتصال، ستسمح له باجراء الاتصال. بعد قليل اذا هذا الهاتف ايضا طلب الاتصال وقال بانه هو يريد 1 ميجا بت بالثانيه، اللي متبقي من الشبكه حاليا هو نصف ميجا بت بالثانيه، فالشبكه ممكن انه تقول له يعني تعمل بلوك للكول، تقول له بانه بيزي، يعني حاليا الطرف الاخر مشغول او الشبكه مشغوله او لا نستطيع اجراء هذا الاتصال في هذا الوقت. طبعا هذه الاشياء ممكن ان تكون في اجزاء من الثانيه بحيث انه المستخدم ربما لا يشعر ب يعني حصولها اثناء الاتصال، ولكنها تحصل يعني في كل الاوقات. اخيرا تلاحظ انه يعني كواليتي اوف سيرفيس جارانتي سيناريو، يعني ممكن انه في اي لحظه من لحظات الاتصال الشخص يقوم باجراء اتصال معين مع الطرف الاخر، تلاحظ بانه اكو عندنا الكواليتي اوف سيرفيس سنسيتيف سكيدجولينج مثل ما ذكرنا اللي هو الويتد فير كيوينج ممكن يكون موجود، ريسورس ريزرفيشن اللي هو حجز الموارد للاتصال، اول شيء راح يكون عندنا كول سيت اب اللي هو يعني تاسيس الاتصال، بعد ذلك السيجنالينج اللي هو الريزرفيشن، الترافيك يعني تبادل البيانات، كواليتي اوف سيرفيس ديكلاريشن الاعلان عن متطلبات الكواليتي اوف سيرفيس اللي هو نوعيه الخدمه، بير اليمنت ادمشن كنترول ايضا مثل ما ذكرنا اكو عندنا ادمشن كنترول، هل نسمح لهذا الاتصال بان يجري او لا نسمح له بالاعتماد على الباندويث المتوفر في الشبكه. فتلاحظ انه العمليه معقده جدا وتمتد يعني من
اول جهاز يتصل بالشبكه وصولا الى ابعد سيرفر موجود في الشبكه اللي هو له علاقه بنقل البيانات. هذا تقريبا هو كل ما يخص المالتي ميديا نتوركينج في هذا الفصل. فيعني تحدثنا احنا مثل ما ذكرنا يعني عن المالتي ميديا نتوركينج ابلكيشنز، التطبيقات الخاصه بها، الستريمينج، ستورد فيديو، فويس اوفر اي بي، في او اي بي، البروتوكولز للريال تايم، كونفرسيشنال ابلكيشنز، واخيرا النتورك سبورت فور مالتي ميديا. هذا هو كان نهايه الفصل السابع ان شاء الله. انتظرونا في الفصول القادمه، راح يظل عندنا ان شاء الله الفصل الثامن والتاسع، راح نتحدث عنها ان شاء الله في اقرب وقت. شكرا جزيلا ومع السلامه.